صباح الحركه مره تانية، والنهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تم حضراتكم، ولكن خلونا في الاول نبدا باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. كان ابرزها ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد جانب من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، واللي بتعقد ايضا بالتعاون مع الاكاديميه العسكريه المصريه. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات اللي بتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة والتيسيرات المقدمة لهذه المشروعات. تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد جانب من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واللي بتعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. واطلع الرئيس على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية اللي بترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين وما حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم للمرحلة النهائية. وأجرى الرئيس حوار مع المتقدمين للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات اللي بتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة. خلال الاجتماع تم استعراض المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وما سيتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن إنفوغرافات بتوضح الجهود المتواصلة لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية والأعمال الخيرية والمشاركة الموسعة من قبل الجمعيات الأهلية في مصر أرض الخير والنماء. وتناول التقرير الحديث عن الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية نفذت التدريب البحري المشترك في مجال الأمن البحري ومجابهة التهديدات غير النمطية، واللي تم على مدار عدة أيام بالقاعدة البحرية ببور سودان بجمهورية السودان. تضمن التدريب تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية، وتم الخروج بعدد من التوصيات اللي بتعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر.